بسم الله الرحمن الرحيم. عمر الشميري من اليمن. أنا مع مطروحة كما وردت أن وجوب تدريس الدين في المناهج الحكومية يحافظ على الهوية الدينية بشكل عام، وكذلك لازم يكون تدريس الدين في المناهج وفي المدارس وفق المعتقدات والتوافق الإسلامي المسيحي العدل السمح، مشرف عليه من قبل لجنة متخصصة من وزارة التعليم العالي ومن الدولة ومن رقابة مجتمعية وعائلية أيضا. بهذا احنا نقدر ان احنا نعزز ثقافة التسامح وثقافة التعايش بين المجتمع وبين أفراد المجتمع الناشئة والجيل الناشئ. وأكبر سبب ان احنا لازم ندرس الدين في المدارس وجود الميديا السلبية المنتشرة بشكل واسع وغير عادي في المجتمع. هذه الميديا السلبية إذا لم نحارسها أو لم نوقف حدها بتدريس القيم السمحة والأخلاق اللي نزلت فيها الديانات السماوية كامل، بتنتشر انتشار أكبر من كذا، وبينزلق الجيل كامل إلى الأفكار المتطرفة اللي تأخذ الدين وتسيس الدين لصالح أفكار متطرفة ولصالح أفراد معينين من المجتمع. كذلك لازم من وجود الديانات في المجتمعات، بسبب أن الديانات هي أصلاً وجدت للتسامح، وجدت لتعزيز وتهذيب الأخلاق في المجتمعات، فلا بد من وجودها في المجتمع.